مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. النهاردة تغطية خاصة إن شاء الله لمباراة الأهلي وأنبي في الدوري المصري. طبعا دي تاني مباراة لموسيماني، وطبعا مستنيين أكتر نشوف بصمات أكتر للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي. يمكن بنشوف في التدريبات في تفاهم إزاي بينه وبين اللعيبة، بنشوف في التدريبات أنه دايما بيبقى فيه جلسات مع اللاعبين قبل التمرين دايما، وكتير بنشوف أنه بيوقف التدريبات عشان يدي تعليمات أكتر للعيبة، ينفذ تكتيك معين، وكمان علشان يشرح لهم لو في غلطات معينة. شايفين ده كله من الفوتج واحنا متابعين طبعا تدريبات النادي الأهلي. يمكن راجل مش محظوظ قوي بفكرة انه في إصابات ضربت النادي الأهلي الفترة دي، وفي وقت حاسم ووقت مهم وقبل الدخول على نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومباراة الوداد. ولكن اللعيبة والمدير الفني والجهاز الفني بشكل عام مدركين طبعا أهمية الفترة دي، وأكيد هيقدروا يتخطوا حاجة زي دي. والراجل مش ساكت، يعني احنا شفنا في القائمة 8 من الناشئين، وعارفين ان في جلسات كتير بتجمع بين موسيماني وبين مسؤولي قطاع الناشئين لتوحيد طريقه اللعب علشان تبقى زي طريقه لعب الفريق الاول لو حصل ان هو طبعا احتاج حد من الناشئين الفتره اللي جايه. لكن طبعا موضوع الاصابات ده مشكله كبيره ممكن نتكلم فيها اكتر. يا احمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا ساره. انا شايف ان